طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، نحن هلا رح نشتغل على الاكزرسيس 5. تمام، على الاكزرسيس 5 هنحاول نحله مع بعض ونراجع فيه موضوع الكاريوتيب. اوكي، طيب، اوكي، يلا يلا يا منذر، فيك تقرا لنا اذا تريد الاكزرسيس 5 طالما انطلقت وانطلقت. اي صفحة؟ هيدا يا ايمان مفروض يكون عنا اياه اذا ماني غلطان شي 51 تقريبا، تأكدي لي اذا بتريدي. ايه، هيدا تابع للاكتيفيتي، يعني هيدا تابع للكاريوتيب. هون عم بحكي انا عن موضوع الكاريوتيب، ماشي 51. اوكي طيب، يلا منذر وينك؟ بس افتح لي الاوديو، وانا فاتح اوديو للكل، فاتح اوديو للكل. يلا تفضل. طيب، أيمن بيقرأ لنا لكان؟ إذا منزل ما ظابطة معه. إيه إذا بتريد، أنت معك الكتاب يا أيمن؟ إيه جيد، ممتاز. يلا. Certains enfants possèdent en une série d'anomalies grand, cambré, إيه؟ lèvres inférieures, tombantes. أيمن حط المايك بتمك. صوتك كتير بعيد لأنه يا أيمن. Certains enfants possèdent une série d'anomalies. ايه front compris lèvres inférieures جيد. tombantes oreilles épaisses et mal formées voie urinaire anormale os et articulations anormales léger retard mental طيب، لحظة شوية أيمن، فإذا أنت عم تقول لي سيرتان أنفان عندهم سيري دانومالي، الفرون كومبري بيكون جبينه هيك مثل كبير شوي وعريض، ليفر انفيريور تومبون شفت اللي التحتانية نازلة، اوري اباس مثل ديناه هيك سمك شوي، مال فورمي فيهم شي مشكله، فوا ارينير انورمال كمان عنده مشكله بالران، والاس والارتيكولاسيون كمان، وعنده ليجي ريتار مونتال تخلف عقلي بسيط. طيب، لو دوكيمون لي دوكيمون سي كونتر. يلا ايمن. Et B représente les karyotypes de deux enfants A et B. A et B. طيب، السؤال الأول يا أيمن شو هو؟ Comparer les deux karyotypes. Comparer les deux karyotypes. خليني أوقف عند verb comparer. لما بقول يا أيمن comparer شو قصدي فيه أنا هون؟ أيمن لما بقول كومباري شو قصدي؟ شوف الفرق، نعم شوف الفرق نقارنهم ببعض. ايه بس كيف بنجاوب عليه نحن؟ ك فيرب داكسيون يا أيمن. أيمن علي صوتك. على المايك على شي. طب حطه بتمك. مني منا منا عم بسمع. إذا أنت عم تحكي كردي احكي بدل أيمن. بيكون الأستاذ نوع الصوت من عنده يمكن. لا ما من عندي، الكل منو سامعك.
هلا انا لابس ايربودز، حط شي الوحده حطها بتمك. ماني حاطط شي فعلا. طيب كردي معلش يا ايمن نعتذر منك، كردي كمل لي السؤال لاشوف. كومباري لي دو كاريوتيب. اوكي كومباري لي دو كاريوتيب، فيرب كومباري يا كردي شو معناته؟ شو؟ مين رفع ايده؟ يلا يا رائد تفضل. أقول لك يا أستاذ إن الكرد اختفى. طيب احكي أنت. إيه؟ احكي أنت. تكرم. نحن بنقول إنه كومباري بنحط الأشياء الجامعة والأشياء المختلفة بين بعض. فإذا بنبلش بالبوان كوما بالسيبي لابي تي وبنرجع بنحط بعدين شو؟ الديفيرنس. ما هيك؟ صح. طيب تفضل. قول يا رائد، شو شايف أنت هون شي كوما؟ بالكاريوتيب؟ ايه بال نسيت شو اسمه؟ جونوزوم ولا ال اون جنرال هلا؟ لي دو كاريوتيب سون نورم عندهم 23 بير. طيب والكروموزوم كيف مرتبين؟ لو بلو جران لو بلو بيتي. فاذا هذا بنسميه نحن اوردر شو؟ دي كروسون. اوردر دي كروسون. اوكي طيب هيدا هلا انت مثل ما انك شايفهم كسيميلاريتي. طيب شو عندي ديفيرنس؟ بالديفيرنس بالكروموزوم ويب زي ايه. شو شايف لي هلا ديفيرنس يا رائد؟ انا بالكروموزوم ويت. فاذا في عندي ديفيرنس بالكروموزوم ويت. هلا انا بحكيها تمام. عفوا فاذا رائد رائد البارتي اللي انا كتبته يلا لي دو كاريوتيب اون دي كروموزوم ديسبوزي اون اورد دي كروسون دو تاي دو لا بارتي 1 ا لا بارتي 22 لي كروموزوم دو شاك بير سون ايدنتيك لي زون اوز اوتر. ايه طيب هلا هيدا انا حكيته كسيميلاريتي مزبوط؟ وي لو غارسون مي نو شي لو غارسون بي. طيب هذه الجمله اللي بعدها كمان cependant les chromosomes de la paire 23 sont identiques chez le garçon A mais non chez le garçon B. اول شيء حكيت عن البير نيميرو 23 شو بسميه هيدا يا رائد انا؟ غونوزوم. الغونوزوم. طيب هيدا اول ديفيرنس. طيب تاني ديفيرنس بالنسبة للنومبر توتال اي رائد بالنسبة للنومبر توتال شو؟ بالكاريوتيب A عندهم 46 اوكي بالكاريوتيب B عندهم 48 48
ايه يعني بالكروموزوم 8 عندهم 3. ايه اذا عنده ثلاثة ما بيسيبوا كارون ويت. صح؟ كارون ست. رأي اخر بارتي من الكيستيون. يلا رائد. دوتر بار. وين راح رائد؟ كردي تفضل كمل. اسف. دوتر بار لو نومبر دو كروموزوم دون ا ايكاليس انفيريور ا سولوي دو بي كي اي 47 كار اليا 3 كروموزوم 8 شيبي. فاذا يا جماعه اول شيء حكيت عن السيميلاريتي اللي هن انه كلياتهم المفروض مبلشين باوردر دي كرواسون، بعدين كل الكروموزوم دون لو ميم بير سون ايدنتيك او سيميلير. هيدا السؤال موجود بالكتاب، انا هلا فاتح الكتاب باج 51 يا منذر. رجعنا بعدين بلشنا بالديفيرنس. اول شيء قلنا الديفيرنس انه فيني بلش مثلا انه هون 46 هون 47. هون البير نيميرو 8 فورمي دو دو كروموزوم، بينما هون البير نيميرو 8 فورمي دو تو كروموزوم. بعدين دون لو غونوزوم لي كروموزوم دون او لي غونوزوم دو كاريوتيب دو لانفون ا سون ديفيرون مي ايل سون سيميلير او ايدنتيك دون لو كاريوتيب دو لانفون بي. مظبوط هذا الكلام يا جماعه؟ طيب الكل فهم هلا انا كيف بعمل كومباري؟ اذا بتريد بدي حدا ينساها لبعدين. الكومباري بدي الكل يكون عارف الكومباري. ايمان، طيبه، مريم، منذر، منيره، نور، بالنسبه للكومباري تكرم عينك يا منذر. كنا عم نقول الكومباري بنعطي اول شيء سيميلاريتي، بعدين بنرجع بنعطي شو الديفيرنس. بالنسبة للسيميلاريتي نحن قلنا هون بالنسبة انه الكروموزوم سون ارونجي اون اوردر دي كروسون، مرتبين ترتيب من الاطول الى الاقصر. تاني شغلة انه الكروموزوم دون لو ميم بير سون ايدنتيك، بيشبهوا بعض بنفس البير. بينما بالنسبة للديفيرنس مي عندنا اختلافات. اول شيء عندي النومبر 46 ب 47، عندي الكروموزوم البير نيميرو 8 هون بقلبه 2 هون بقلبه 3، وعندي بالنسبة للجونوزوم عند الـ A الجونوزوم سون ديفيرون، بينما الجونوزوم عند الـ B سون ايدنتيك. صحيح يا جماعة؟ طيب ممتاز. اوكي مريم تقدر تحكي؟ مريم فيكي تردي علينا؟ اوكي مريم الكيستيون دو سيل فو بلي. ديجاجي بي. ايه لو سمحتي. ديجاجي لكل دو دو لي كاريوتيب انورمال ايدونتيفيي الانومالي. ممتاز. فاذا هون يا مريم عندك دو كيستيون شكلهم مع بعضهم. السؤال الأول عم يقول لك ديجاجي ليكال دو دو اي لو كاريوتيب انورمال. مين هو الكاريوتيب انورمال؟ البي. البي. طيب ايدنتيفيي الانومالي. الانومالي على
الأ ولا البي قلتي لي أنومالي؟ بي. البي. طيب شو هي هالأنومالي؟ شو بتسميها الأنومالي؟ انه على الويت ايه بس كم كروموزوم عندك على الويت؟ تروى تروى. شو بنسميها؟ تريزومي ويت. ما هيك؟ فإذا يا مريم أول شيء لما أقول ديجاجي يعني مثل كأنه كونكلو من دون أي اكسبليكاسيون، ماشي؟ طيب فإذا لو كاريوتيب أنا رح أمشي معك أنورمال إي سولوي دو لانفون. أي انفون قلتي لي يا مريم؟ بي لانفون بي. خلصنا أول بارتي هيدا مشان للي مشان ما حدا يضيع فيه. أوكي بعدين سيتون شو قلتي لي يا مريم اسمها هيدي الحالة؟ تريزومي تريزومي ويت كار لأنه هو قال لي ايدنتيفيه إليا تروا كروموزوم. دان لو بير ويت. مظبوط يا مريم هيك الجواب؟ ريلي يا إذا بتريدي. Le karyotype anormal est celui de l'enfant B. تمام. C'est une trisomie 8 car il y a trois chromosomes dont le père 8. يا سلام، ممتاز، برافو يا مريم. آخر سؤال صغير لك يا مريم لو سمحتي. وي. هيدا قلتي لي قديش عنده نمبر دو كروموزوم توتال؟ 47. 47 بتقدري تكتبي لي كروموزومي فورمول كروموزوميك؟ وي. يلا اكتبي لي اياها لشوف. هلا وقت نقول تترا يعني بكون عنده كات. صحيح برافو تترا كات. اذا كانت واحده شو من مونوزومي قلنا. اوكي يلا يلا يا مريم. مريم بدك تكتب لي هلا الفورمول كروموزوميك لحاله هالانومالي. كتبت لي مريم 47 اكس اكس. طيب بس يا مريم ما قلتي لي 47 يعني انت عندك واحد زايد. وين هيدا الزايد؟ ما عرفته وين. الويت. الويت فبدك تكتبي لي بلوس سويت. ايه عرفتي كيف؟ فاذا 47 فيرجول 47 فيرجول اكس اكس لانه هو فمال عنده اكس اكس و بلوس ويت لانه اللي زايد عنده هو النيميرو ويت. ماشي فهمتيها يا مريم؟ ايه جاي اكتبي لي اياها بس اتاكد انا انه ماشي حال عندك. يلا 47 اكس اكس برافو بلس سويت. احسنتي يا مريم بس الاكس اكس نكتبهم ماجسكول ماشي الحال بنخليهم دائما ماجسكول. اخر سؤال صغير لمريم هيدي الفمال هي ستيريل ولا فيرتيل يا مريم؟ ستيريل يعني غير قادرة على الانجاب، فيرتيل قادرة على الانجاب، اي وحدة منهم؟ فيرتيل. يعني بتقدر تجيب اولاد هيدي؟ إذا عندها 47 نو بس يكون النمبر منه 46 يعني بدها تكون ستيبل. سواء كان 45 47 48 بتكون شو؟ ستيبل. ماشي الحال؟ وي اتفقنا؟ تمام؟ وي ممتاز برافو شكرا يا مريم ميرسي. طيب السؤال نيميرو سي لإيمان. Relevez des textes les anomalies visibles
chez ses enfants. طيب شو يعني هو لو في دي تكست؟ يعني نجيب نحط الجمل مثل ما هن من التكست. مثل ما هن من التكست، فينا احنا نزيد عليهم او نعمل شيء؟ لا لا. طيب اوكي بدنا نلاقيهم بالتكست من ثاني سطر نبلش. طيب قولي لي كم وحده منهم؟ فرون كومبري ليفر انفيريور توم بونت اوري ابس مال فورمي فوا ارينير انورمال اوس ارتيكولاسيون انورمال اها وليزون ريتار مونتال. برافو برافو. فاذا عادة هن لما بيقولوا لي ريليفي دي تكست هيك اشياء بيكون ماكسيموم بدهم تروى. تمام؟ ماكسيموم بدهم تروى. فقد ما بدكم فيكم تكتبوا دو تروى كات، بس بعد يكتب لي ان. ماشي الحال؟ طيب اخر كيستيون بهيدا هلا الاكزرسيس لنور. نور معنا؟ أو في عندها مشكلة بالإنترنت؟ طيب إذا نور مش قادرة هلأ طيبة وين؟ طيبة فيها تحكي؟ طيب منيرة استاذ انا فاتحه مايك مسموع صوتي؟ ايه اوكي منيمة تفضلي. ايدنتيفيي لو سيكس دو شاك انفان. ممتاز. يعني بدنا نشوف شو جنس الجنين تبع الولد لكل وحده منهم. اوكي بس قال لك ايدنتيفيي يعني برهن ليه؟ بدنا نقول ليش؟ ايه لا يعني بدنا نقول شو هو وبعدين بدنا نقول ليش قلنا هيك. اوكي. في عنا اكس ايجريك هيدي؟ ايه اكس ايجريك. اوكي. لو سيكس دو لونفان ا اي مال. اي مال او جارسون. جارسون. طيب ليش؟ و كار اكس ايجريك. لا غونوزوم 23 اكس ايجريك. طيب مشان ما اقول اكس ايجريك هو قال لي انه كيف عرفتهم اكس ايجريك؟ ليك الجواب اللي انا كتبته انفون ان لا ديرنيير بير دو كروموزوم بير 23 مونتر دي كروموزوم نو ايدنتيك الور لونفون ان اي ان غارسون. دغري لانه اذا عنده نو ايدنتيك عرفتي كيف؟ بينما عند البي لا دانيير بير دو كروموزوم بير 23 سان ايدنتيك سان ايدنتيك الو سي اون الو سي في سي اون في. فاذا بالايدنتيفيي بعطي ريبونس وبدي اقول ليش اعطيت هيدا الريبونس. اما اذا قال لي بس نمي خلص كاريوتيب ا جارسون كاريوتيب ب في ما في داعي يفسر ليش اذا قال لي نمي. اما بالايدنتيفيي عفوا يمكن صوتي شوي بالايدنتيفيي لا لازم اقول. تمام وي وضحت للجميع.
اوكي، حدا عنده شي كيستيون؟ حدا عنده شي كيستيون؟ طيب تعالوا نبلش بالاكزرسيس، كتير حلو وكتير سهل. يلا اللي بعده. طيب مين ما قرأ عندي بعد؟ مين ما سمعت صوته؟ طيب بعد مش الحال عندك؟ نور. طيب الكردي شو زبط عندك الوضع؟ استاذ انا حكيت، بدك ارجع احكي؟ ما انا عم حاول اشوف الشباب مين ما قدر حكى يعني. استاذ في رائد بعرف ومنذر. هو الكل رح يجي دور ان شاء الله. حكيت انا اول شيء، حكيت عن فنفري. انا حكيت قبل ما تنطشط. طيب روقوا شوي على بعض يا شباب، روقوا شوي على بعض. استاذ في منذر من يا بلان؟ استاذ في منذر منو عم يشارك يا شباب اذا بتريدوا. طيب او نور، حدا منكم قادر يحكي شيء؟ طيب رائد، يلا رائد اجي سمعني صوتك. لبينما منذر يكون جاهز بعدك. انا ما عندي جاهز. يلا تفضل يا رائد. إلي مانتونو possible de retirer d'examiner les cellules d'un foetus en développement pour déterminer s'il possède des chromosomes portant une anomalie héréditaire. طيب يعني هلا شو عم تعمل انت؟ صار في عندك الامكانيه انك تعمل اكزاما للسلول دون فيتوس اون ديفلوبمون، يعني حتى وهو اسا ما زال شو جنين، تمام؟ صار تقدر تعمل له تيست اذا صار جنين. استاذ ده عم منظر ما في صوت. هلا بيبن عنده المشكله يظبطها، كمل. لا تكنيك ابل diagnostic prénatal car elle concerne un foetus qui se développe encore dans l'utérus. OK. لانه بعده ساب ما زال بالرحم. L'une des méthodes utilisées est l'amniocentèse. La procédure est présentée dans le document 1. Dans le document 1. طيب فاذا بالدوكيومون شفنا، اخذنا ليكيد من اللي حول الجنين، اخذنا منه السلول ورجعنا عملنا منهم كاريوتيب، صح؟ كمل يا رائد اذا بتريد. En se référant au document 1 indiqué le but de amniocentèse. OK. Le but de amniocentèse. شو البوت لألا؟ نطلع من الدوكيومون. فيك تشوفها من الدوكيومون. قول لي اياها يا رائد اذا بتريد. لو بوت دو لامنيوسانتيز. شكله رائد فصل عندي انا. طيب اقراها يا كردي انت لنشوف.
Le but de l'amniocentèse est de déterminer si le fœtus porte une anomalie chromosomique héréditaire. Une anomalie chromosomique héréditaire. جيد. شو منزل مشي الحال عندك؟ ما راح يمشي الحال. خليك على جنب انت اذا بتريد. طيب في معنى جاد فات جديد. جاد بيقدر يقرا لنا؟ جلس الزجاج بس روح نتلم. استاذ روح لنات هلا جد كمل. لا خلاص خلينا نشوف حدا تاني. طيب ايمان في عندك محمد عندك ايمن. يلا ايمان ايمان ولا برا الجواب؟ لا هذا بيناه هلا بس بدي منك كيستيون دو. اوكي ديكريب لو بروتوكول اكسبيريمونتال دو لامنيوسانتيز. اوكي ديكريب لو بروتوكول اكسبيريمونتال دو لامنيوسانتيز. لما نقول ديكريب يا ايمان شو قصدنا فيه؟ يعني بدنا نكتب كل شيء بالتفصيل يعني يعني بدها تنكتب بشكل شو؟ يعني بار ايتاب. بار ايتاب يعني بدها تكون بشكل باراجراف. طيب فيني احطهم بشكل بوان؟ لا غلط بوان بياخذ زيرو. طيب قولي لي اياها شفهيا انت شو بدي احط بين الفراز يا ايمان؟ نقول أبري أو دونك. فإذا هول اسمهم المو كونكتور. طيب يلا يا إيمان. شو البروتوكول اكسبيريمنتال؟ البروتوكول يعني انه شو الايتابات اللي صاروا بالاكسبيريونس. اوكي. دابور. ايه on prélève le liquide amniotique. تمام شو استعملنا بس الاغويمه. ها بدك تذكري لي كل شيء. ماشي اوكي يلا جربي. On prélève le liquide amniotique par une aiguille mince. OK. Après. Puis on mèche le liquide. Dans un tube. Est-ce que tu as besoin de liquide? Là, où est-ce que لا لا نكتب اميونتيك وسليل اغروندي ما نستعمل هلا هون بعدين لما بنعمل سيباراسيون نحن بس ما بنزيد شيء من عندنا ابدا ابدا ابدا. استاذ في الويد من وين اجى؟ في الويد اخذناه من الليكيد اللي هو حوالين الفيتوس او الامبريون حوالين الجنين، جنينه بيكون حوله شو اسمه؟ ليكيد طيب قولي لي الجواب يا ايمان اذا بتريدي معلش بدي اعذبك. اوكي. En utilisant une aiguille mince, on prélève un échantillon de liquide amniotique, puis on met le fluide dans un tube à essai. Et on centrifuge et sépare les cellules du fluide. Ensuite, on les cultive et on fait des analyses biochimiques puis chromosomiques. C'est l'amniocentèse.
سي لامنيوسنتيز. فانا مشيت بالايتاب 1 2 3 4 5. زدت شيء من عندي؟ لا لا، كل شيء من اللي مذكور عنه. اوكي شكرا يا ايمن. طيب بدي جاد ونور، حدا منهم قادر يساعدنا؟ عشان الوقت بس. طيب طيبة، مين الصوت عنده منيح؟ أيمن أو منذر؟ طيب مريم أو منيرة؟ أستاذ في كردي حرام. رأي رأي، طبعا افتحت افتحت ما بيصير. يلا نومي لو دياجرام. لا 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 أنا بقى أنا بقى. هي خلاص كردي سكر سكر ولك. يلا بعد بسرعة نومي لو دياجرام دو كمونتر تيل. ايه الدياجرام دو شو اسمه؟ نومي قال لك بس كاريوتيب. كاريوتيب كو مونتر تيل. إذا في أنومالي ولا لا؟ تماماً. صح. لا. منقول شيء زبائن أو. قبل ما أقول أنومالي بيأرجيني كيف أرادي جوابي. الكاريوتيب il montre l'ensemble des chromosomes dispose selon l'ordre décroissant. الأوردر بعم يأرجيني الكروموزوم مرتبين بشكل décroissant. طيب. شكراً يا رائد. يلا كردي بريسيزي. برا السؤال بعده. نيميرو 4 برا اللي بعده. ايدنتيفيي ايدنتيفيي لو سكس دو فوتوس. اوكي غارسون. ليش؟ لانه قال لك ايدنتيفيي. وي هذا بس لا طلع لك اسم لي لان عنده الاكس اللي منه ديفيرون. لي كروموزوم نو سون با ايدنتيك. Donc c'est garçon. Donc dans le chromosome 23 les خلاص c'est un garçon. يعني قدرنا عرفنا كمان نحن شو اذا بدكم نوع الفيتوس من قبل ما يولد من هيدا الكاريوتيب بيفيدنا كمان. طيب شكرا رائد. نيميرو 5 يلا كردي. طيب منيرة أو مريم؟ نيميرو 5 سيلفو بلي. ساز بارانا. طيب بالك يا وائد لنشوف إذا في حدا تاني. روب سرانا بعدين سيبدي أعطينا دور. معنا كاتر شو اسمه؟ كاتر مينوت. أستاذ بقرا أنا؟ يلا تفضل. بلش. Préciser le nombre de chromosomes et comparer le à celui d'un individu normal. طيب
oui, le réponse exacte. Le nombre de chromosomes, le nombre de chromosomes est 47 qui est supérieur à celui d'un individu normal. آه طيب ممتاز. فإذا 47 superior لأنه في محل في عندي 3 بدل 2. Oui. كم لي يا منيرة؟ Dégager le type de la cellule. Dégager le type de la cellule à partir de laquelle les chromosomes ont été pris. هيدي السلول أخذناها. هون عندي نوعين ما عندي غيرهم. شو هن يا منيرة؟ التيب يعني أظن إذا هي لحظة بس شوف الكلمة إذا هي ستيريل لا كتيب نوع السلول أبلويد أو ديبلويد برافو أوكي التيب هو ديبلويد أو أبلويد فإذا هي شو هون؟ ديبلويد كار إليا دو هلا هون هو ما سألك بس قال لك ديجاجي أوكي ديبلويد اذا قال لي ليش بقول له كاب اليا دو كروموزوم دون شاك بير وي طيب نيميرو 7 بريسيزي لانومالي كروموزوميك بريزون دون سو دياغرام سيل اكزيست اوكي شو الانومالي قال لك بريسيزي يعني كمان بدنا نحدد ونقول ليش اوكي الانومالي هو تريزومي 21 تمام ليش؟ كار اليا 3 كروموزوم برافو برافو يلا قولي جوابي الانومالي اي لو تريزومي 21 بويسكيل 3 كروموزوم او ليو دو 2 دون لو بير 21 تمام وآخر جواب نيميرو 8 سيتي لي كريتير اوتيليزي بور اورغانيزي لي كروموزوم كون لو مونتر لو دياغرام 2 اوكي نعرفها هيدي نحن شو الكريتير بترتيب الكروموزوم يلا ترتيب الكروموزوم décroissant décroissant بس décroissant شو taille taille شباب هول كل الريبونس بدنا اللي بدي لاقيهم على الدفتر بعدين ايه قولي لي جواب سبعة يا منيرة او دو décroissant de la taille les critères sont او دو décroissant de la taille